خواتاتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير ان شاء الله باذن الله. كما وعدتكم كل نهار فيديو، كل نهار جديد. ما غاديش ندخل عليكم، اي حاجه احتاجيتوها انا معاكم في جنبكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي الاولاد والبنات. بالنسبه للاولاد اللي كيديروا الحلاقه لوجههم، كيحيدوا داك الزغب اللي كيكون في الوجه، كينوض ليهم الحبوب من بعد الحسانه ديال الوجه. مي انا غادي نعطي لكم واحد الكوماج اللي هو كيدار قبل ما تمشي عند الحلاق، لانه غادي يحلق لك اللحيه ديالك. او للبنات حتى هما كيستعملوها بزاف مع هاد الجو دابا اللي تبدل. ممكن لك ديري هاد، هي فيها بزاف ديال المنافع، واللي هي كتخلي البشره بيضاء خاليه من التجاعيد، الحبوب ما كيبقاوش، يعني زوينه بزاف بالنسبه لي انا. لان ما غاديش نطول عليكم وغادي نبدا الوصفه ديالي. بسم الله. واللي هي ما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه. عندي معلقه ديال القهوه اللي هي فيها منافع كثيره بزاف، اللي كتخلي البشره خاليه من التجاعيد والخطوط الرفيعه، وتتخليك اصغر سنا، وازاله الجلد الميت وظهور التجاعيد فيك. وذلك يلعب دورا مهم على البشره. بالنسبه للولاد الحبوب كيحيد، ما كيبقاش دوك سميتو اي حاجه كتكون في الوجه كتحيد، ما كتبقاش نهائيا. مهم على اي حال عدي معلقه ديال القهوه. وغنزيد شويه ديال الماء. غنزيد شويه كيبان ليا قليل. شويه ديال العسل الحر. مع شويه ديال الزيت البلديه. وهادشي كامل غادي نخلطو مع بعضياتو. هانتوما كتشوفو معايا، كما قلت لكم الدراري قبل الحلاقه ديال الوجه، والدريات حنا عارفين بعضياتنا اننا الكوماج ديال الوجه راه مهم بزاف، وبالاخص القهوه هي مغذيه للبشره، يعني كتحيد كاع داك البوتور كلشي اي حاجه كاينه. ها انتما كتولي عندنا خليط بحال هكا. على اي حال انا نجرب لكم في ايدي باش تشوفوا. العسل الحر هو زوين بزاف. هانتوما حتى الايدين كلكم ديروا الايدين او الرقبه. المهم بالنسبه لسميتو الدراري ما كيبقاش ليهم داك الحبوب اللي كيبقى من بعد الحسنه، كيحيد هذاك الحبوب. ملي كتحس وجهك كتحس به نقي، وما ما كاينوض الحبوب لا والو. هانتوما وحتى الريحه ديالو، راه الريحه ديال القهوه راكم عارفين زوينه بزاف، حتى ريحه العسل وسميتو زيت الزيتون. هانتوما يعني كتخليوها 30 دقيقة وعاد كتغسلو بشوية الماء سخون، ومن بعد تغسلو بالماء بارد 30 دقيقة
الماء سخون وشويه دافي، ماشي سخون دافي، ومن بعد الماء بارد. حيت علاش الماء بارد من بعد؟ حيت كاع دوك المسام اللي غيتفتحوا كيتغطوا بداك الماء البارد، والبشره راه مزيان انك تغسلها بالماء بارد احسن من الماء سخون. يعني زوين. المهم انا غادي نغسل يدي ونوريكم الدراري والدريات من بعد ما دازت 30 دقيقه. هانتوما تلاحظوا الفرق، حتى لهاد سميتو هاد الاطفال كيبانوا غوزيين، يعني كيولي واحد الفرق كبير، وحتى الوجه كيولي ناعم، كتحس بواحد الرطوبه زوينه بزاف، والبشره كتولي بيضاء من اول استعمال، كتبان كيبان لكم الفرق. المهم كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وكنتمنى كاع داكشي اللي كنقدم لكم كيعجبكم، وكنتمنى تقولوا لي الا كنت انا يعني باغي شي حاجه اخرى نقدر نقدمها لكم. مرحبا والف مرحبا، تخليوها لي في الكومونتير باش نقراها، ونخلي لكم اي فيديو بغيتو، اي حاجه، اي وصفه، اي المهم اي واحد يحتاج شي حاجه انا معاه. كنتمنى لكم التوفيق، بسلام عليكم، وان شاء الله فلوسكم بزاف بزاف بزاف، كنبغيكم ونحماق عليكم، وتسناو الفيديو ديالي الجديد عاوتاني باش تعرفوا عاوتاني اشنو الجديد. كل نهار جديد الحمد لله باذن الله. تهلاو فلوسكم بزاف بزاف، بسلام عليكم.